الفل عليكم، اخباركم ايه حبايب دودي سبورت؟ اهلا بكم، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده عندنا كذا خبر كده عايزين نتكلم فيهم، بس قبل ما نتكلم عليهم كده عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 3000 لايك، بنجح بيكم باذن الرحمن وبدعواتكم ليا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده عندنا كذا خبر او بنتكلم فيهم، صفقه او كوبري جديد لاحمد فتوح. خلاص بقى احمد فتوح مش هيبقى فيه كباري، جاي له عرض من اليونان. هتقول لي عرض من اليونان؟ عندي عرض من يوغوسلافيا، عرض من المحيط الاطلنطي، وهو احمد فتوح لو الكوبري اتعمل خلاص يبقى هيروح على النادي الاهلي. وخلاص في كلام كتير جدا 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 علشان احمد فتوح طلب من اداره نادي الزمالك ان الفتره اللي جايه ياخد المستحقات القديمه، ونادي الزمالك قال له منين هيدوله ازاي. اصبح فاضل له 4 اشهر، يعني يعتبر خلاص او عقده هينتهي ويكون حر ويروح اي حته، هيكون في شهر 1 اللي جاي. ده بالنسبه لاحمد فتوح، خلاص ممكن يكون خارج حسابات نادي الزمالك الفتره اللي جايه او في شهر 1، لسه مش عارفين ولسه الدنيا فيها ايه. بس في الوقت الحالي احنا هنجيب منين، او النادي هيجيب منين، او الاشواه هتجيب منين، كل الكلام ده النهارده فعلا يطلع ويتكلم ونقول ونعبر وياخد الفلوس القديمه علشان يخش في الجديد، ولازم ياخد قيمه من عقد الجديد، ياخد جزئيه علشان الراجل عنده التزامات وعنده حكايات وعنده روايات. لو راح النادي الاهلي اللي هو ده هياخد فلوس على دايره مليم، غير بقى الاعلانات، غير الافشخانات الكبيره، غير الضجه، غير وغير 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 بالنسبه لاحمد فتوح. عشان ممكن احمد فتوح في شهر 1 اللي جاي هيكون قريب جدا للنادي الاهلي لو ما خلصش فيه الفتره اللي احنا فيها دي، يعني لما نشوف الدنيا هتبقى الاجواء اخبارها ايه والدنيا ماشيه ازاي والكلام ده كله لسه هنشوف مع احمد فتوح. ونادي الزمالك هيفرج الدنيا كتير، وهتبقى مش قادر اقول لكم عامله ازاي بالنسبه لاحمد فتوح من بدايه شهر 1 في الموسم الجديد. بعد ما الزمالك ما صدق يدفع قسط شيكابالا او يدفع غرامه في شيكابالا، يرجع الكيد يقفل تاني. ليه يا عم دودي؟ قال لك ايشنبونج ليه 480 الف يورو، يعني لا يا ربي 400 الف دولار، والمحكمه حكمت ب 180 الف يورو علشان زي ما كان في بعد ما دفعنا بقى، او بعد ما دفعنا الزمالك الاشياء الاساسيه في كل الاتجاهات، عمال ياخد من هنا ويستلف من هنا ويسدد هنا ويعمل هنا ويدفع غرامه شيكابالا، يجي النهارده عم ايشن بونج يكون الدنيا سداح مداح. ليه يا عم دودي وقف ليه؟ الراجل وقف ليه؟ قال لك وكيل اعمالي اللي انتوا بعتوا له الفلوس ما كانش وكيل اعمالي، ده انا عندي وكيل اعمال جديد. يا خرب بيتك يا مرتضى، يعني تطلع تدفع فلوس لواحد مش ماسك ايشن بونج او ملوش علاقه كوكيل اعمال لايشن بونج علشان ياخد الفلوس بتاعته، وكده يكون الفلوس راحت والراجل راح رفع دعوه جديده في الفيفا ورفع وعمل قلبان، وبيقول لك ادفع يا مرتضى علشان الراجل ما خدش فلوسه واتضحك عليه، علشان لسه اللي جاي لسه احسن مع ضاده، اللي لسه الاجواء شغاله والمسرحيات والدنيا كلها دي، احنا هنشوف حاجات ما شفناهاش في حياتنا مع ايشن بونج مع ضاده والجمال والحلاوه. وخلي ضاده يشتغل بقى شويه كده حلوين، يبعت الفلوس لحد ما يعرفوش علشان يكون ذنب ناس كتيره جدا 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 بالاشياء اللي بيعملها. وايشن بونج رفع دعوى جديده وحكمت المحكمه بمكسب ايشن بونج بمليون ب 180 الف يورو بعد سداد كهرباء وبعد سداد هنا وبعد سداد هنا. الدنيا كلها ما بتصدق تفرج الدنيا عليها، والمسرحيه اللي شغاله وهي نادي الزمالك اليومين دول تحت قياده ضاده. بن شرقي يا عم دودي، بن شرقي ماله؟ بن شرقي على ابواب النادي الاهلي، على ابواب النادي الاهلي. وانا بقول لك بقى على باب النادي الاهلي ليه؟ طلب من الزمالك للعوده ليه مره اخرى 2 مليون دولار. طب نادي الزمالك ما فيهوش فلوس، عارض عليه بيراميدز والوحده السعودي
والنادي الاهلي والزمالك، كده خارج حسابات نادي الزمالك. كده بن شرقي هيكون خارج حسابات نادي الزمالك، هيجيب له منين 2 مليون دولار وهو اصلا خلاص النادي سداح مداح سلتي مليتي، فض خالص الحصاله بتاعته نادي الزمالك، وكده هيكون قريب جدا 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 للنادي الاهلي اشرف بن شرقي. ولما نشوف الاجواء هتمشي ازاي، ودخل كده المنافسات كده بين بيراميدز والوحده السعودي والنادي الاهلي، يعني كده بن شرقي خارج حسابات نادي الزمالك، علشان الراجل بكل بساطه وبكل هدوء هو بيقول لك انا مش هتنازل عن 2 مليون دولار، واللي عايز بن شرقي على راسي، واللي عايز بن شرقي ينور الدنيا، واللي عايز بن شرقي هيكون اضافه قويه جدا بالنسبه له، وهو اشرف بن شرقي مش هيتنازل عن 2 مليون دولار. كده يا رب ان شاء الله باذن الله اكون وصلت لنهايه حلقتي باذن الرحمن، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تبخلش عليا في لايك علشان يوصلك كل جديد، وقول لي ما رايك، ما هو سبب نادي الزمالك في ايشن بونج او فتوح او المحيط الاطلنطي كلها، اكتب لي في الكومنتات، وباذن الرحمن دايما اكون عند حسن ظنكم. انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدودي سبارت. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.